اتفضلي يا امي. ماما انا مبسوطه قوي انك جيتي. شاف الدنيا حسي دي حطي وخدي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. شيل ابي قمر. بسم الله الله اكبر. مبروك يا بسم الله ما شاء الله يا حبيبي. حبيبي عسول، انا كنت عارف ان هند مش هتهون عليك. لعلمك بقى انا جاي عشان حفيدي حبيبي مش عشان خاطر هند. هاتي بوسه. اهم حاجه ما تزعليش مننا يا حماتي، وانت منورانا والله العظيم. مساء الخير. مساء النور يا بنتي. ازاي حضرتك منوره؟ ازيك يا حسن؟ اهلا. اخيرا شفتك. الحمد لله. معلش بس شكلنا كده ازعجناكم بالزياره يعني. لا لا خالص، انتم منورين بالعكس. حبيبي بسم الله ما شاء الله كله احنا شبهك يا هند وانت صغيره. لا هو اكتر شبه عم امين يعني. عم امين مش واخد مني اي حاجه طنط ولا ايه؟ يا حبيبي الاولاد ما بيبانوش وهم صغيرين، اصبر عليه لما يكبر ساعتها تعرف هو شبه مين. معلش حضرتك ممكن ما تبوسيهوش؟ لا انا مش قصدي حاجه وحشه، بس عشان صحته، لانه غلط البيبي يتباس غير بعد 6 شهور. يا حبيبتي بوسه الوش الجديد رزق جديد، انا مربيه 3 ده غير ولاد اخواتي. ربنا يخليهم لي. حسن طلع السلوبيت اللي عمك جابه عشان نلبسه له. حضرتك سلوبيت ايه تلبسه له؟ فين لبسه؟ هنا. لا بعد اذنك هو ما ينفعش خالص، عشان هو لسه واخد حمام دلوقتي ومغير هدومه، فما ينفعش يغير هنا كمان في تكييف. لا لا علي مع جدته يعني ما ينفعش تواجهيها وتقولها تعمل معاها ازاي. حاولي بقى ما تبقيش تقلقي عليه قوي كده، لانك خلاص ما بقيتيش مسؤولة عنه. طيب عن اذنك انا هحضر لحضرتك العشاء.